برنامج جميل. والله والله ما في مثل نوم السيارة. ها؟ قد شرت يوم من الأيام من الدوار. ضاقت نفسي وخلاص زهقت خلاص. زهقت وطلع. والله أخذ السيارة وأمشي. عندنا شعف الوليد كذا يجي نسمة براد صباح كذا مع شوية شمس دافية. والله افتح الطاقة شوية. في عريكة. راح تحمس. كانت على الرفرف. المهم اخذت بعيني كذا على 9:30 تقريبا. المهم سلمك الله. اسمع انا مخارش، انا ما فيني حيل من قبل ومواصل اليوم الاول وتعبان. طالع يمين ويسار الا والله اثاريني قد حطيت في الهيلوكس خبز. الوالده قالت خذ الخبز الباقي ذا وده للشفاو. اثاري القرود الله يكرمكم الملائكه والسامعين قد تجمعوا على السياره ما قعد قردم في النماص. تعالوا على السياره والله بدون مبالغه كذا السياره سياره قرود اثاريهم عشان ذا الكرتو. انا حظظني ربي ان القزاز مرتفع ما هو مفتوح يعني والله يكون يودوا في ضيعه والله يودوا في ضيعه اي فعلوا الهوائل اي لو 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 تفتح لو شيء بسيط اي لو وصلوا لك خلاص لا ايش طيب القرد ياكل الانسان ما ادري يمكن ينتقم منه ما ادري والله والله لو انه غوريلا ايش والله لو انه موزه ياكل بس ما ياكل بطيخ لانه له انياب عشان كذا ما يوكل لا ما ياكل هو يلعب فيك مخك شكي يسحبك الغريب على يقلبونه يقعد قوم قاعد على طال القرود في واحد من الجماعه الله يذكره بالخير عنده دجاج والقرود هذول خباث انا اريد مسكين قفل الباب شوي قفل القرد ذا ابو قعيش في الصور هنا كنت ظلمت اروح الشايب شافه بس دايور وانزلوا على الدجاج سووا فيه شيء وكلوا البيض فقعوا البيض وغولوا الدجاج وما ادري وش المهم على جيد الشاي طلعوا من ال طلعوا من ال شو اسمه اللوكيشن حق التصوير حق الجزيره المهم سلمكم والله الشايب ذا ذكي لحق على واحد صغير القرد الكبير يبغى الصغير ذي ما لحق فتعال سلمك الله الشايب كان عليه ثوب وكان عليه غتره فك الثوب والله العظيم وحط ولبس هالقرد الصغير ذا واربطه بالغتره فهمت؟ كيف لقط القرد؟ القرد الصغير بقى في ذا وراحوا كله ما عاد الا ذا تنشب الصغير اثنين راحتهم ايه انهار تلقى القرد والله العظيم كبر من الدراما المهم جاء واربطه بالغتره لبس الثوب وربطه بالغتره عشان ما ينفك الثوب وفك القرد يبغى يلحق الشباب دولا اخويا طبعا ذولاك القرود شافوه ثوب ومربط وكذا غريب شكله غريب فيبغى يلحقهم ذولاك يشردوه فيبغى يلحق ويشردوه ملكع الشايب والله والله الشايب ما هو بسيط في القرود ذولا الله يكفينا شر ما ادري انا اتعجب من القرد يا اخي في ذكاء وحركات داهيه ذكي داهي يقولون قد يخاطف بزران ما بغيت اقول اللي في الهدى في الهدى احنا مره مرينا بسياره شباب طالعين من الرياض لجدة واحنا ماشيين حصاه على الباب على بالنا بنوقف شله انزل من امك لا بلا اندر لي استغفر الله العظيم دقيق رميو صح؟ خبيث حقود ترى رميو واقدر ويرمي على وراء مو قدام على وراء رجال مهبول القرود والله نتف السياره نتفه واحنا شله ما احنا بسيطين واحد ما يطلع واحد اخوي رايحين لم ابها ايام العالم يروحون لابها يقول يشوفنا القرد يشوفنا الطائره الشبكه
يقولوا مصار بالليل نمنا قمنا الصبح ولا واحد متلوي بالشبكة بيكبس ياكله. يقول متلوي بنفس الشبكة. لا صدوا عليك.